حقيقة وليس خيال، تناجي الأرواح. قد تلتقي بإنسان لأول مرة في حياتك، وبعد دقائق تشعر أنك عرفته العمر كله. وقد تعيش طوال حياتك مع إنسان في بيت واحد، ثم تكتشف بعد سنوات طويلة أنك لم تعرفه أبدا. الإنسان الغريب ليس هو الإنسان الذي لم تقابله من قبل، وإنما هو الإنسان الذي قابلته ولم تعرفه، وتحدثت معه ولم تفهمه، وعشت معاه فازداد بك جهلا. الزمن لا يحل ألغاز البشر ولا يكشف سرهم، ربما يزيدها تعقيدا أو غموضا أو إبهاما. بغض النظر، بعض قناعاتنا تختلف عن الأخرى، عن الآخرين يعني. بعض الناس يضع قناعا على وجهه، فإذا نزعت القناع رأيت وجهه الحقيقي، وآخر يضع أقنعة فإذا نزعت قناعا وجدت قناعا آخر. يعني بيحدث أن ترى إنسانا تختلف معه في كل شيء، وبعد دقائق من اللقاء تذوب كل هذه الفوارق وتختفي، وتشعر أنك تقترب منه وهو يقترب منك، فكرا أو مسافة أو شعورا أو فهما. تسمع الكلمات قبل أن ينطق بها، يعني بتسمع كلماته قبل أن يحكيها، تضحك للنكتة قبل أن يقولها، تقتنع برأيه قبل ما يشرحه، ثم لا تصدق عينيك أن هذا أول لقاء بينكما. هذا الوجه ليس غريبا عني، هذا الصوت مألوفا علي، مألوفا علي وعلى أذني. وتتوهم، طبعا تتوهم أنك رأيت هذا الإنسان في عالم قبل هذا العالم، ولا بد أن صداقة بينكما نشأت في الحياة الأخرى، وأنه جاء لتستأنف هذه الصداقة ويكمل صداقته معك. الأرواح تتصافح قبل الأيدي وقبل العيون وقبل القلوب. قد لا تكون هناك حياة أخرى قبل هذه الحياة، ولكن المؤكد أنه يوجد تشابه بين أرواح الناس. قد تجد إنسان لا يشبهك في مظهرك الخارجي، ثم تعجب عندما تجد أنه يشبهك من داخلك شبها مذهلا. فيه مزاياك وله عيوبك، يحب ما تحب ويكره ما تكره، يعشق نفس الأنغام، يشاركك الرأي في الناس والأحداث والأفكار، وكأنه كان ظلا لك لم يفارقك طوال حياتك. وأجمل شيء في الحياة أن تجد من يفهمك، اللي بتجامله فلا يتصور أنك بتشتمه، بالعكس، من تمنحه قلبك فلا يرميه في صندوق القمامة أو سلة المهملات، ومن تسعده كلمة منك كأنها كنوز الأرض. كل إنسان له شبيه روحي، كل إنسان له إيش؟ شبيه روحي، خلق من نفس الإحساس والعواطف والأحلام. قد يكون جالسا بجانبك ولا تراه، وصدقوني إذا لم تلتقي به اليوم فسوف تلتقي به غدا. إنها المناجاة، يطول شرحها ولكن بكل المقاييس فهي حقيقية، مناجاة الروح وتوأم الروح. أحبائي، أرجو الاشتراك في القناة، لايك سبسكرايب اند شير، ووضع في التعليقات ملاحظاتكم، وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.